طيب بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك اللي بعديه لسه برضو شغالين في الدبليو صف، بس هنربط بقى الدبليو صف يوزنج اس اس ال. يوزنج اس اس ال ده بقى عايزه اعمل لاير اوف انكريبشن على الابديت، وللدقه الابديت ذات نفسه ما بين الكلاينت وما بين السيرفر مش بيتشفر، تمام؟ لكن الميتا داتا بتاعه الموقع هي اللي بتتشفر. ايه الموقع ده؟ مش احنا لسه قايلين ان السيرفر اصلا بيكونكت على الدبليو صف عن طريق اتش تي بي، تمام؟ ده بنسميه ان هو اصلا بيبص على الميتا داتا، تمام؟ لا انا عايزه الميتا داتا دي تعمل لها ايه؟ انكريبشن، انما الابديت ذات نفسه مش بيتانكريبت، تمام؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه لازم يبقى عندي برضو في التوبولوجي بتاعي في الشبكه بتاعتي سيرفر اسمه، نعمل بس كده الاول، ادي الدومين وادي الدبليو صف وادي الكلاينت. قلنا الكلاينت واخد اي بي دوت 110، تمام؟ البي دي سي وادي الدبليو صف. لازم يبقى في عندي برضو سيرفر اسمه سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. احنا لسه طبعا مش اخدنا السيرتيفيكت، فمعلش بس هنمشيه دلوقتي كده اي حاجه كروته عشان بس نقدر نطبق التوبيك ده، تمام؟ لان بصراحه مش عايزه لما نيجي في اخر كورس نشرح السيرتيفيكت اوثوريتي ارجع تاني للدبليو صف فنخلص منه، تمام؟ لكن ساعتها لما ناخد السيرتيفيكت اوثوريتي بالتفصيل ان شاء الله تقدروا بقى ايه ترجعوا للجزء ده هيفهم اوضح. السيرتيفيكت اوثوريتي ده بصراحه كده من الاخر ده اللي بيوزع سيرتيفيكتس. ايه السيرتيفيكتس؟ اديت لكم اكزامبل في اول الكورس خالص، قلت لكم مثلا انا لما بكونكت على موقع الفيسبوك، الفيسبوك بيبقى عليه سيرتيفيكت عشان اضمن ان هو سكيورد. اهو السيرفر ده بقى هو اللي بيوزع مين يا شباب؟ السيرتيفيكتس بتاعتي. السيرفر ده ايه؟ هو اللي بيوزع سيرتيفيكتس، تمام؟ اول حاجه خالص نسطب السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. الصح ان هو يكون جهاز ممبر من الدومين، تمام؟ بس احنا برضه عشان نوفر دلوقتي وعشان اصلا شرحنا النهارده مش انترستد ان احنا نشرحه بالتفصيل، هنقومه على نفس الجهاز اللي هو البي دي سي، تمام؟ مانج اد رولز نيكست، هسطب هنا اكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس، تمام؟ نيكست نيكست. انهي من دول اللي انت عايزه تسطبيها؟ اللي فوق دي هي الرول ذات نفسها، هي السيرفيس ذات نفسها. اللي تحت ده كل واحده ليها وظيفه مش وقتها. اللي انا انترستد فيه دلوقتي السيرفيس ذات نفسها اللي هي سيرتيفيكت اوثوريتي. نيكست انستول. معايا كده؟ هو خلص اهو كلوز. يا اما تضغط على دي يا اما النوتيفيكيشن تعمل كونفيجر للسيرفر ده، تمام؟ انت دلوقتي بتعمل له كونفيجريشن عن طريق الكريدنشلز بتاعت تي شوت على الادمنستريتور. نيكست، مش هي دي الرول اللي انا سطبتها؟ سيرتيفيكت اوثوريتي، عشان كده دي الوحيده اللي فاليد عندي. نيكست. انت عايزه السيرفر ده يكون انتربرايز سي اي ولا ستاندرد وود؟ انتربرايز يعني ايه؟ ان يكون ممبر من الدومين. طبعا انا مقومه على الدومين كنترولر ذات نفسه، تمام؟ عشان كده الاوبشن ده ديمت اسا شغال. ستاندرد وود ده معناه ان السيرفر ده ملهوش علاقه بالدومين. قدام ان شاء الله لما ناخده بالتفصيل هنكتشف ان لما يكون ممبر من الدومين بيفتح لي اوبشنز افضل. اي سيرفر طالما ممبر من الدومين بيبقى افضل، تمام؟ يبقى اللي فوق انتربرايز سي اي يعني ايه؟ لما يكون السيرفر ده ممبر من الدومين او حتى الدومين كنترولر ذات نفسه. ستاند الون يعني السيرفر ده ملوش علاقه بالدومين، تمام؟ نيكست. انت عايزاه الروت سي اي ولا السب اورنت سي اي؟ فاكرين البرايمري دومين كنترولر والتشايلد؟ نفس الفكره، الروت كانه البرايمري، التشايلد اللي هو السب اورنت، تمام؟ وطبعا مش ينفع ان انا اكريت سب اورنت سي اي سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر طالما مش عندي روت. يبقى انا في حالتي اختار مين؟ ما استختار الروت. نيكست. عايزه ان انت تكريتي برايفت كي جديد ولا تستخدمي برايفت كي؟ احنا لسه مش اخدنا حوار البرايفت كي، فهنمشي على الديفولت بعد كده. ادي البرايفت كي ودي الاعدادات بتاعه البرايفت كي، تمام؟ وده الاسم بتاع السيرفر. نيكست. بصوا زي ما قلت لكم اقبلوا دلوقتي الديفولت، تمام؟ لغايه ما نشرح بالتفصيل. كلوز. انا عايزه دلوقتي بقى اسكيور الويب سيرفر بتاعي. اسكيور ايه؟ الويب سيرفر بتاعي. الويب سيرفر ده مش احنا متفقين ان هو اساسا رمالي معلومات او سايت تحت الاي اي اس؟ لو دخلت دلوقتي تحت الاي اي اس هلاقي في عندي هنا دبليو صف ادمنستريشن، فانا عايزه اربط المواقع اللي ظهرت قدامي دي بالسيرتيفيكت. ايه السيرتيفيكت دي؟ هاجي على كلمه سايت الاول او على السيرفر اسا واختار هنا سيرفر سيرتيفيكت. هطلب للسيرفر ده سيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، تمام؟ فهضغط هنا دبل كليك واختار هنا كرييت دومين سيرتيفيكت. انا عايزه ايه؟ اكريت دومين سيرتيفيكت. الكومن نيم ماست يبقى نفس اسم السيرفر بتاع الدبليو صف اللي هو في حالتي بي دي سي دوت تي شوت دوت كوم.
بقيه المعلومات اي حاجه الاورجنايزيشن تي شوت الاويو اي تي زجزج الشرقيه الدوله ايجيبت نيكست مين هو السيرتيفيكت اوثورتي اللي انت هتطلبي منه سيرتيفيكت ده الوحيد الافيلبل عندي ده الاسم اللي كنت قلت لكم ظاهر بتاع السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر عايزه فريندلي نيم لاسم السيرتيفيكت زي مثلا هسميها دبليو سوس سيرت ده اي اسم عشان لما اجي دلوقتي اربط الموقع بتاعي بسيرتيفيكت اربطها بمين بدي تمام فينش انا كده طلبت السيرتيفيكت عندي للدبليو سوس سيرفر تعالوا بقى على كل المواقع اللي ظهرت قدامكم دي السايتس دي اربطوها بمين بالدبليو سوس باسباب السيرتيفيكت فكليك هنا يمين واقول له ايديت بايندينج فاكرين الكلام ده واجي على اتش بي اس بالمناسبه صحيح ركزوا كده البورت بتاعه متغير 85 31 تمام هو صحيح ظاهر هنا ان هو بيسكيور برضو كونكشن شغال اتش بي واتش بي اس بس لو جيت اقول له ايديت حتى هذه اللحظه هو ما كانش مربوط بسيرتيفيكت عشان كده مش هيشتغل سكيور فهتيجي هنا تقول له ايه اربطها لي بالسيرتيفيكت اللي هي اسمها ايه دبليو سوس سيرفت ده الاسم اللي كان انا اخترته كفريندلي لو عايز تشوف السيرتيفيكت قول له فيو دي السيرتيفيكت اهي تمام اوكي تعالى بقى بعد كده على الفيرتشوال دايركتور او الفيرتشوال دي الفيرتشوال دايركتور دي كليك عليها واختار من هنا اس اس ال وقول له ريكواير اس اس ال بيتطلب اس اس ال الاولاني الثاني ابلاي تمام وده ريكواير وايه كمان وده ريكواير وده ريكواير اس اس ابلوي تمام طيب لو جيت بقى دلوقتي هنا نقفل بس الكونسول ده كده ونحاول ان احنا نفتحه تاني لو جيت دلوقتي اكونكت على الدبليو سوس سيرفر بص الايرور ده بيج ايرور ليه دلوقتي الدبليو سوس المفترض ان هو بيكونكت اتش بي تمام ومن غير سيرتيفيكت هناك بقى عليه سيرتيفيكت تمام فلازم تحل المشكله دي الاول ازاي لازم تكتب عندي امر كده في الدوس او في البارشل تران يوتيليتي اليوتيليتي دي تاثيرها ان انت كده بتقول للدبليو سوس اطلب سيرتيفيكت اشتغل بالسيرتيفيكت تمام ازاي افتح كده البارشل مثلا او الدوس تمام لو قلت له هنا سي دي تحت بروجرام 5 تمام في عندي فولدر اسمه ابديت سيرفيس ده بعد ما انا سطبت الدبليو سوس تمام جواها تول اسمها او جواها فولدر اسمه تولز انا كده دخلت جواه لو قلت له داير قال لي انت عندك تول اسمها دبليو سوس يوتيل فانا محتاجه دلوقتي ان انا ارن التول دي عشان اصلا قلنا تاني اخلي الدبليو سوس يطلب سيرتيفيكت تمام دبليو سوس يوتيل تمام انا مش حافظه الامر يبقى هقول له ايه ها على علامه استفهام تمام الامر اللي انا انترستد فيه دلوقتي اللي هو كونفيجر اس اس ال مسافه اس الدبليو سوس سيرفر اللي هو في حالتي بي دي سي دوت تي شوت دوت كوم تمام قال لي زي الفل اهو وادي البورت الجديد المطلوب مني الخطوه اللي بعديها ان انا اروح اصلا للجروب بوليسي ده نفس الشاشه اهي هي الجروب بوليسي الحاجه الوحيده اللي انا محتاجه ان انا اغيرها بقى اللي هي سبيسيفاي انترنت ايوه مش البورت بس يا رفعت اجي هنا كمان اكتب له ايه اتش بي اس ان هو شغال على بورت 31 شغال على بورت كام 31 ابلوي تمام تعالوا بس الاول برضو كده نتاكد ان الدبليو سوس عندي الكونسول بتاعه اشتغل تمام اهو ساعات في بعض الاحيان بيفضل مدي ايرور لو فضل مدي ايرور اعمل ريستارت للجهاز ككل ولو جيت هنا تحت الشاشه الرئيسيه قال لي دلوقتي ان هو شغال ايه على بورت كام 31 تمام نيجي بقى على كاس الكلاينت كده عايزين نتشيك نتاكد اول حاجه بس كده نيجي هنا نقول له ايه جي بي ابديت على فورس تمام لو قلت له طبعا تشيك ابديت
لما يخلص كده برضه هيقول لي نفس الكلام ان انا ابديت لغايه اخر لحظه. تمام. كان عندي امر اسمه جي بي ريزلت على ار. جي بي ريزلت على ار ده اساسا لو تفتكروا كان بيعرفني ايه هي الجروب بوليسي اللي مسماها على السيرفر ده، صح؟ تمام. في عندي امر تاني اسمه rso.rsob.msc، ده يعتبر الفيرجن القديم شويه من الامر ده، بس انا عن نفسي بفضله الحاجه بيفتح لي اصلا الجروب بوليسي جرافيك، يفتحوا لي ايه جرافيك. تمام. نستنى كده بيجيب لي بيعمل لي داونلود لكل الجروب بوليسز اللي متطبقه على كذا كلاينت عن طريق الدومين كنترولر. نصبر عليه كده. تمام. لو جيت فتحت دلوقتي الادمنستريتيف تمبلتس، لو دخلت على الويندوز كومبوننت تحت ويندوز ابديت، واخدين بالكم ان هو مش ظاهر لي كل حاجه، هو ظاهر بس الحاجات ايه اللي اتعمل، ايوه اللي متطبقه اللي معمول لها داونلود من السيرفر. لو جيت هنا على كونفيجر او سبيسيفاي انترنت، سمع فعلا على جهاز الكلاينت بتاعي ولا لا؟ اي حد وقع مني في الجزء ده في حاجه؟ شور. تمام.